من افضل الحكام في مصر ومن افضل الحكام في القاره الافريقيه زي الفل، زي ما كان بيتقال خلال الفتره اللي فاتت. طب من فضل حضرتك عايزين نشوف ده، عايزين نشوف ان الحكام هم حكام مصر من افضل الحكام اللي موجودين في القاره لو سمحت، قبل بدايه الدوري اهو وقبل اي شيء اي حاجه بتحصل في كره القدم. من فضل حضراتكم يجب ان يكون هناك نظره كبيره جدا جدا للتحكيم في مصر. اذا كان ناقصهم حاجه نعملها، اذا كانوا محتاجين ان هم يطلعوا في البرامج ويتكلموا عن الحاجات اللي ناقصاهم. لكن ان نظهر بهذا الشكل مباراه، بعيدا بقى عن ان انا هتكلم عن ان حسام حسن لو الكره دي كانت اتحسبت كان معنويا ما بينه وما بين الجمهور الامور هتفرق، وده اللي شفناه مع بواليا قبل كده. فلو كان حسام جاب الجون ده نفسيا، هو نفسيا هيبقى عنده ثقه اكبر، الجمهور هيثق فيه بشكل اكبر، لانه الهدف رائع جدا، يعني التفكير في الهدف او طريقه احراز الهدف حلوه جدا، فهدف صحيح ولم يحتسب. انا الحقيقه يعني عندي تحفظات كثيرة جدا، ولكن يمكن الحاجة الوحيدة اللي الواحد يقدر يقولها في هذا الأمر إن الكابتن عصام لسه ما بقالوش أسبوعين رئيسا للجنة الحكام، ولكن من المفترض إن الكابتن عصام واحد من الناس اللي موجودة جوانا، اللي موجود في لجنة التحكيم طول عمره، حكم مصري دولي كبير وكان رئيسا للجنة الحكام في فترات سابقة وكان رئيسا لأشياء كثيرة جدا ويعرف الحكام كلهم. أنا بس السؤال اللي بيجي في دماغي دايما وكل ما أشوف حد ما حدش بيرد عليه الحقيقة، هو ليه الفار لا يتم الاستعانة به في مسابقات الكاس، في مسابقة الكاس؟ غريبة جدا بالنسبة لي، ومحتاج ان حد يرد علينا في هذا الامر، لماذا لا يوجد فار في كاس مصر اللي فات اللي احنا بنلعب فيه ده؟ ما انا مش عارف اقول اللي فات ولا اللي جاي ولا ايه. فمن فضل حضرتك يا كابتن عصام لسه بدري، الايام جاية كتير والكلام جاي كتير، لكن ثقتنا كبيرة جدا جدا في الكابتن عصام وفي لجنة التحكيم، على الرغم من ان انا قلت برضو الاسبوع اللي فات انا ما عنديش مشكلة مع اي حد بالمناسبة خالص، راجل نزيه كابتن عصام وراجل رمز من رموز التحكيم في مصر، ما حدش هيقدر يقول غير كده، ولكن محتاجين ان احنا نشوف ده من خلال الملعب لو سمحت، من خلال اداء الحكام، مش كلام وخلاص. وانا بوجه كلامي للكابتن عصام لان انا عارف الكابتن عصام متابع جيد لكل الكلام اللي بيتقال، وعلى فكره كابتن عصام من الناس اللي بتقبل الكلام، يعني من الناس اللي بتقبل الكلام، ممكن تلاقيه بيكلمك وبيتصل بيك ويقول لك طب الفتره الجايه هيحصل 1 2 3 ولو حصل كده هنطلع نقول ان هيحصل الفتره اللي جايه كذا وكذا وكذا، لان في النهايه انا غرضي ايه؟ غرضي ان انا اشوف مباراه للاهلي ما فيهاش خطا تحكيم سواء ضد او مع الاهلي بقى بالمناسبه. يعني الناس اتكلمت امبارح قالت لك اصل في ركله جزاء لامبي، لا ما فيش ركله جزاء لامبي، واضحه ده تلامس مشترك ما بين اللعيبه، تلامس مشترك عادي جدا. وبالمناسبه هي لو ركله جزاء انا كنت هقول ان هي ركله جزاء، ما عنديش مشكله يعني، ولكن هي ليه دايما الاخطاء ضد النادي الاهلي؟ انا ما بوديش الموضوع في حته والله، ولكن انا بسال بيني وبين نفسي كواحد من جمهور النادي الاهلي، هي ليه دايما الاخطاء رايحه ضد النادي الاهلي؟ امبارح في يمكن مباراة طلائع الجيش يعني فيهاش مشاكل كتير، المباريات السابقة خلاص احنا قلنا هنقفل الملف السابق، ولكن الملف الجديد لو لا قدر الله كنت اتغلبت والهدف ده لم يحتسب كان ايه اللي حصل؟ من فضل حضرتك يا كابتن عصام واللجنة اللي بتدير الاتحاد المصري لكرة القدم، الحكام محتاجة نظرة خلال الفترة القادمة، لأنه محدش هيستحمل ان هو يفقد نقاط بسبب التحكيم. الاخطاء وارده طبعا وكل حاجه، ولكن الاخطاء البشريه من المفترض ان هي ما تبقاش كتير وما تبقاش ضد النادي الاهلي بس. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه ودايما